السلام عليكم أينما كنتم، رحلة الرياضية في كورة، أهلا بكم. البداية نتابع نتائج مباريات اليوم من الجولة 24 ولقاءات يوم الاثنين. إذن فريق زاخو يتغلب على الطلبة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 24. نتابع. ما سيطر عليها، ضغط، انقطعت، عادت لزياد، جول لزاخو، أبناء الخابور يسجلون من أجل العبور، يتلألؤون في سماء الجفال. هل التعديل للطلبة قادم؟ محمد، جول، هدف التعديل لمصلحة فريق الطلبة في أول 3 دقائق من الشوط الثاني. خطرين بالكرة العرضية، مؤيد يلعبها، خطرة لزاخو، جول جول، هي جول 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 جول. الله الله الله. الشرطة يواجه الديوانية على ملعب الشعب الدولي، وكورة يرصد تحضيرات الفريقين. إن شاء الله ندخل على أتم الاستعداد لهذه المباراة، إن شاء الله إن شاء الله تليق بالفريقين إن شاء الله. أنا شنو مبقينا بالقيثارة غير هاي الجماهير الوفية أنا موقع بياض على مود هذا الجمهور، وكل جمهور يعرف موقع على بياض لاجل هذا الجمهور. رسالتك غدا الى مباراتك؟ ما اقدر اقول لك رسالتي، ان شاء الله يا رب وباكر الله يوفقنا، وهاي الجماهير اللي جت ان شاء الله ما ترجع ان شاء الله فشلانه يا رب. فريقنا جاهز، الكل لاعبين، كادر تدريبي عند الرؤيه الخاصه للمباريات. ان شاء الله يا ربي ما نقصر، وان شاء الله نكون عند حسن جماهيرنا والهيئه الاداريه. المباريات اكيد كلها راح تكون بالنسبه لنا صعبه. نبحث عن 3 نقاط في كل دور نلعبه. اكيد مباراتنا مع الشرطه هي مباراه مهمه جدا، ولا سيما انه في المباراه الاولى قد فاز على فريق الشرطه في الديوانيه، ولدينا طموح طبعا بالتاكيد الفوز على فريق مثل فريق الشرطه، ولدينا كل الدراسه بالنسبه لنادي الشرطه. نحن كلاعبين متعاونين مع الكادر، راح نطبق الواجبات، مباراه طبيعيه، مباراة 3 نقاط، حالة أي مباراة بالدوري. كنادي ديوانية طموحنا أن نحصل على النقاط الثلاثة، رغم صعوبة الفريق المنافس، فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين، لكن أيضا نادي ديوانية هذا الموسم يمتلك لاعبين جيدين، لكن يرافق سوء الحظ بالتسجيل الأهداف واستغلال الفرص. أكيد مباراة مهمة مع فريق كبير، فريق مثل الشرطة، فريق جماهيري، مباراة خارج ملعبنا. صار نحن يوميا استعداداتنا، جينا قبل يومين مستعدين استعداد تام. رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الدكتور وهاب الطائي: مباراة الديوانية لا تعني لنا شيء والفوز محسوم. مباراة طبيعية، حالة حال أي مباراة في الدوري. نادي الشرطة نادي كبير، اليوم هو الوصيف، وبكرة مباراتنا مع الديوانية اللي هو بال14، حقيقة ماكو وجه مقارنة، بعيدة جدا. والرياضة فوز وخسارة وتعادل، لكن بكرة إن شاء الله الشرطة فائز ومستمر في سلسلة الانتصارات. ليس لدينا أي شحن بالنسبة لإدارة الشرطة، أصلا مستقرة وهادئة، ولم يخرج منها أي تصريح بابتزاز لو استفزاز للآخرين، لكن هذه الرياضة نقدرها بكل معانيها، بالتالي في الملعب سيكون الرد للاعبي الشرطة إن شاء الله. البعض رئيس نادي الديوانية أوصفها بأنها مباراة معركة. هو يقول هذا ونحن لا نقول حرب، هذه رياضة وهذا تنافس رياضي، على الجميع أن يحترم معاني ومبادئ الرياضة، أما من لا يفهم الرياضة فهذه مشكلته مو مشكلة. شنو وعدت لاعبكم في حال الفوز؟ لاعبين علاقتنا بهم قديمة ويعرفون أنه إحنا وياهم دائما في السراء والضراء، وبالتالي هذه اللعبة لا تعني شيء لنا، لأنه النتيجة محسومة فوز الشرطة. كيف راح تفوزون؟ إن شاء الله بإذن الله 3. جمهور رادها 7. إن شاء الله طموحات عالية، ولكن إحنا نكتفي بـ3 كل إشكال. رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي: لن نكون صيدا سهلا والشرطة مسيطر على لجنة الانضباط. تاب.
احنا جايين لتأكيد انتصارنا اللي كان على الأخوة في نادي الشرطة بالمرحلة الأولى، وتأكيد إن شاء الله في الشعب. كل اللاعبين الكادر التدريبي عارفين حجم المسؤولية، حجم الشرطة. قال هذه مباراة عادية عندنا، لو كانت عادية ما كان صراخهم يصل عنان السماء، لو كانت عادية ما كان اليوم يدعون للجماهير ويحشدون وعاملين مسرحيات في ملعبهم لغرض التحفيز ولغرض الدعاء لتحقيق الفوز. لا، هذا كلام غير صحيح. الحقيقة أنهم عارفين أنه راح بكرة يلعبون مع فريق بصراحة التحدي وسقف الطموح كبير، وما راح نكون صيد سهل أبدا إطلاقا. أما أنا إذا تجيني أي عقوبة من لجنة الانضباط فما أهتم، لأن نادي الشرطة عندهم شخصين مفرغيهم بلجنة الانضباط، فهي لازم تكون لجان مستقلة وهي حقيقتها غير مستقلة. في حال حرمانك من مباراة، من حضور مباراة غد، شنو الإجراء راح تسوي؟ يعني حرمان، يعني خوب مو لاعب كرة قدم، يعني من الحضور خلاص ما تحضر مباراة. يعني أحضر بصراحة أتمنى. ليش؟ شنو الإجراءات اللي يسوون؟ ما راح يبقون. من هم اللي ما راح يبقون؟ اللي يختارفون هذا القرار ما راح يبقون، لأن احنا بصراحة صوتنا عالي وقوي جدا جدا، وانا اقول لهم اياه اذا انفعلتم هاي الفعله فصدقني انتم من راح تخسرون، ما راح يخسر احد. جماهير الشرطه تحضر تدريبات الفريق لمؤازره القيثاره وتتحدى العنكوشي. فوارق بين المستويات وبين المراكز الترتيب، لكن المباراة أخذت صدى كلش قوي وطابع قوي، والكل منتظرها اليوم، كل الجماهير الرياضية العراقية منتظرة هاي المباراة. احنا شريد نعوف العنكوش، شريد باكر لعب حلو ونظيف ونفوز إن شاء الله، 3 نقاط كافية تفيدنا إن شاء الله. نرحب أجمل ترحيب نادي الديوانية وجمهور نادي الديوانية، ما عدنا شيوم أخوتنا ومن أحسن روابط المحافظات، لكن المشكلة ويا العنكوش هذا شخص دخيل على الرياضة. احنا ويا جماهير نادي الديوانية اخوة، تربطنا علاقة مو اليوم البارحة ويا جماهير الديوانية، وعداوتنا مو نادي الديوانية نفسه، احنا مشكلتنا ويا العنكوشي. اريد بس الـ3 نقاط المهمة وننتصر على العنكوشي لين نتجاوز على نادي الشرطة. احنا جايين شان الفريق ماكو يعني لعبة اعتيادية ان شاء الله، بس احنا اكو امور، يعني احنا خاصة جمهور الديوانية من عندنا احسن رابطة بالمحافظات هو رابطة الديوانية. جمهور الديوانية اخواتنا، ما عندنا ايشو ياهم، وديوانه والشرطه يعني سوا، بس الدخيل على الرياضه حسين العنكوشي تجاوز علينا ونرد عليه بنفس الطريقه. رغم الهاله الاعلاميه اللي سلطت على هذا النادي، هو مو يعني مع احترامي للديوانه مو انه تقول خصهم كالزوراء او الطلبه او الجويه، بس هاي لعبه تحدي. جماهير القوة الجوية ترحب ببعثة فريق الديوانية على ملعب الصقور أثناء تدريبات الفريق الأحمر. حاجك جمهور نادي القوة الجوية، جيت اشجع الديوانية هم تفيدنا للنقاط على الشرطة، وهم نآزرهم وان شاء الله الله يوفقهم. احنا نريد تعادل فوز الديوانيين، احنا بناخذ دوري بعد، واحنا ما نخاف من الشرطة كقوة جوية، عندنا لعبة راح نلعب وياهم الرديف. اشكر جمهور الجوية لحسن الضيافة والمؤازرة نادي الديوانية، وان شاء الله هاي 3 نقاط اريدها من نادي الديوانية على نادي الشرطة. ان شاء الله هذا ملعبهم وبيتهم وبغداد محافظتهم الثانية ان شاء الله. باسم كل مشجعين نادي الديوانية الف شكر للجمهور الجوية اللي اليوم مساندين لنا بهذا اليوم، وان شاء الله نطمح للصدارة، ونطمح انه مثل ما قالوا الشباب انه الفوز ديواني باذن الله. ان شاء الله يوم غدا لاعبينا على قدر المسؤولية، وان شاء الله تحقيق 3 نقاط.
تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيوف حلقة كورة في هذا المساء كل من الكابتن سعد حافظ المدرب الكروي كما تشاهدون، والكابتن سعيد محسن المدرب المساعد لفريق الديوانية. نرحب بهما أجمل ترحيب، والبداية منك كابتن سعد، إذن الديوانية سيحل ضيفا ربما ثقيلا على الشرطة، كيف تقرأ المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، حيك وحي السادة المشاهدين والكابتن العزيز كابتن سعيد. أنا أعتقد هي مباراة مثل كل المباريات يفترض أن تكون ويفترض أن نتكلم عليها، صاحب الترتيب 14 صاحب الترتيب الثاني، لذلك هنالك فوارق فنية إذا تتكلم عن الشرطة وقيمة لاعبي الشرطة والديواني، هنالك فوارق لابد أن نتكلم فيها، ولكن هو الشحن الإعلامي اللي رافق المباراة الأولى، ربما مباراة الذهاب، اللي أنا من وجهة نظري الخاصة أنه نجح الديوانية في تلك المباراة وفاز بالشحن الإعلامي وبشحن الهمم وفاز في تلك المباراة، وأنا أعتقد ولا أجامل أبداً إطلاقاً أنه ما حصل في المباراة الأولى أنا أعتقد ربما يعود للتسليط الإعلامي في تلك الفترة والتصريحات اللي سبقت المباراة، وأنا أعتقد الديوانية فاز في تلك المباراة من خلال التصريحات. يعني الديوانية فاز على الشرطة بالذهاب إعلامياً إعلامياً فاز، وأنا مسؤول عن كلامي، الموتيفيشن أو الدافعية أو الحافز كانت حاضرة عندما تذهب وتقرر وتقول للاعبين كل لاعب إلى مليون، واللاعب أصلاً هو راتبه 250 و300، هذا فشي يعطي دافع معنوي، لذلك أنا شاهدت الشرطة في تلك المباراة للأمانة وللتاريخ، وأنا جلست معاك هنا أتذكر وتكلمنا وتناقشنا في فريق مكبل وفريق ما عنده الحلول، والديوانية كان الأفضل تكتيكيا أفضل خططيا واستحق الفوز بكل جدارة. أنا أتكلم عن لدينا في الدورات التدريبية دورة الأي مباراة أو اليوم اللي قبل المباراة، شنو اللي المفروض يكون للإعلام، شنو يكون لمدرب اللياقة، شنو كل وظيفة لها معاييرها، لذلك يفترض أنه التصريحات تكون متوازنة والتصريحات تذهب دائماً لمصلحة الفريق ولخدمة اللاعب. ليش أوازن التصريحات إذا أنا فوزي بالإعلام؟ إذا أنت تقول فاز إعلامياً فالمفروض أكرر التجربة بالإياب؟ تختلف كثير من الأشياء، راح تختلف. أنا من وجهة نظري، يعني أنا اليوم أتكلم عن تجربة القوة الجوية بصراحة، وأنا أرفع القبعة بصراحة لرئيس نادي القوة الجوية اللي كان فريقه خاسر من الصناعات الكهربائية وفريقه كان محبط تماماً عندما تخسر، طبعاً جل احترام الصناعات الكهربائية كان مميز واستحق الفوز، عندما تخسر وتتفاجأ بفريق يحرجك وأنت القوة الجوية، لذلك أنا شاهدت وأنا كتبت بصراحة كتبت جملة قلت الزوراء الأفضل معنوياً والجوية الأفضل فنياً، من يترجم هذه الملكة أو هذه الأفضلية بالخطط التكتيكية هو سيفوز بسهولة. شوف سيد علي سيفوز بسهولة، تفاجأت أنه رئيس القوة الجوية يذهب للنادي والنادي يستقبله بهذه الطريقة وبهذا الترحاب وبهذه الروح المعنوية، صدقني سيد علي أنا من وجهة نظري انقلبت الموازين، لذلك شاهدنا الجوية مع الزوراء اختلف تماما. أنا من وجهة نظري يعود الفضل الكبير، وأنا قلت من هنا بدأت قصة فوز القوة الجوية على الزوراء من خلال زيارة رئيس النادي، هذه الأشياء اللي إحنا نطمح لها، هذه الأشياء اللي نتمناها، وهذه الثقافة، ثقافة التصريحات عندما تكون في 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 مكانها وفي وقتها وفي دراية وفي دراسة، وهي هاي من ترجح الفريق وتدفع الفريق للأمام. طيب كابتن سعيد مرحبا بك، حياكم الله. نتحدث عن استعدادات فريق الديوانية لمواجهة الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والبرنامجك والكابتن سعد حافظ، حياكم الله. أكيد يعني مستعدين على حال أي مباراة بالدوري، رغم صعوبة المباراة على ملعب الشعب، مباراة مهمة، لكن حضرنا طبعاً بوجود الكادر الأجنبي، اللاعبين يعني روحية يعني ما اختلفت، يعني أنا استلمت 3 مباريات نفس الروحية أنا جاي أشوفها، مباراة يعني يطمح يكون أي طرف من اللاعبين موجود بهذه المباراة، مباراة يعني إن شاء الله ترتقي للمستوى. كابتن سعد قال صاحب الترتيب 14 نعم سيواجه وصيف الدوري، نعم هل لهذه الفوارق دور بهذه المباراة؟ إذا تسألني أني أكو فوارق فقط بالترتيب بس فقط فنيا ماكو أي فوارق، وجهة نظري ممكن أكو لاعبين، بس أنت تجي هسه أغلب مباريات الدوري تشوفها ما بهذيك الفوارق، أسأل أي مدرب أنه ما يلقى متعة
الا بنادي بناديين موجوده بالدوري تشوف متعه يعني كره قدم. فوارق ما اعتقد فوارق يعني بنسبه اقل يعني بسيطه هاي وجهه نظري. فريقك كامل الصفوف؟ كامل الصفوف. ما عندكم نقص؟ لا ما عندنا اصابات، ما عندنا حرمان، غياب حرمان ما موجود، اي شيء ماكو. طيب رئيس نادي الشرطه الدكتور وهاب الطائي شاهدته بالتصريح يقول الفوز محسوم وهي مباراه عاديه. يعني ربما هي ايضا ثقافه تصريحات، و يعني من عنده الثقه وعنده ملكه التصريح والثقه بلاعبيه لماذا لا يصرح يقول نفوز ويقول ويحدد سكور عالي او سكور اقل؟ هذا شيء صحيح ولكن يعني لا مو صحيح بمنطق كره القدم. نعم انا قلت جيد معنويا ربما يدفع الفريق، والشرطه بهذا الكم من اللاعبين بصراحه لا يحتاج الى يعني فد ومضه او فد معلومه من رئيس او الشرطه بمن حضر باللاعبين، قيمه اللاعبين المتواجدين يعني هذه ربما انا من وجهه نظري لا تحتاج لهذه الهاله الاعلاميه. يبقى هو الشرطه الفريق الجيد، ولكن انا من وجهه نظري اللي ذكرتها يفترض انه الحافز في وقته والتصريح في وقته، تصريح مثالي. لماذا انا قلت اختلفت المباراه الاولى عن هذه المباراه بكثير من الاشياء. تلك المباراة هنالك استقرار فني كبير، اليوم تتكلم عن مدرب ما يعرف اللاعبين، كابتن سعيد هو من المدرب الجديد تقصد؟ المدرب الجديد للديوانية، نعم. هنا من الصعوبة انه انا اتكهن ومن الصعوبة انه اجزم انه افوز، هذه صعبة لانه مدرب ممكن كثير من الاشياء، كثير من التفاصيل ربما لا يفقه بها، ربما لا يعرف بها، كثير من الاشياء راح سنتفاجأ يمكن بالتبديلات بكثير من الاشياء. أنت عندما تتكلم عن فريق مستقر عليك أن تصرح وعليك أن تتكلم بقوة. في تلك الفترة من الأمور جيدة، الفريق كان يمر بوضع جيد في فترة الكابتن قصي، والفريق كان وتكلمنا وأشدنا في الفريق فنيا في تلك الفترة. أما اليوم فمن الصعوبة أنه تجزم ومن الصعوبة أن تقول في ظل وجود جهاز فني لأول مرة لا يعرف اللاعبين، لا يعرف كثير من التفاصيل ربما الكابتن راح نتحدث به. السؤال ماذا يعني أن يواجه الديوانية فريق الشرطة؟ وشلون تستعدون لما تواجهون الشرطة أو أي فريق آخر بالدوري؟ أم هو نفس الاستعداد؟ هي نفس الأهمية. نفس الأهمية يعني أنت تأخذ محترمات من الشرطة تغلبها وتغلب السماوة يعني أو آخر ترتيب. هي ثلاث نقاط. تخسر نفس الحالة. أنت تنطي أهمية لكل مباراة، روحية اللاعبين. طبعا الاعلام والدعم يعني ممكن الحاله النفسيه للاعب هذه اهم طبعا، يعني هي كلياقه جاهز ماكو مشكله، بس كاعلام كروحيه كنفسيه اعتقد يعني هي نفس المباريات. ما لها خصوصيه اعلاميه؟ لا اكيد اكيد مواجهتكم أكيد للشرطه أكيد لها خصوصيه. الشرطه اسم فريق محترم. نتاخذ ثلاث نقاط من الشرطه وملعب الشعب اكيد لها اهميه خاصه. السيد العنكوش يقول هي حرب وليست مباراه. يعني شريف يعني الحرب انه تعرف يعني السيد انه حرب كرويه خلينا نسميها. السيد يعني دائما يزامط باللاعبين وبالكادر التدريبي، يعني دائما ينتقدوا على على الكوادر. محتراماتنا الكوادرنا من ضمنها كابتن سعد، يعني راد يقطع الشك بالكوادر اللي موجوده بالعراق، جاب كادر اجنبي حتى يقول ما حد يتدخل بعمله، ما حد فيس، ما حد كذا، هاي التفاصيل. اذا فريقكم سيدخل بمدرب اجنبي للمره الاولى بالدوري. نعم. شلون شفته؟ ايش قد صار له من دخل مع الفريق؟ شنو اللي اختلف؟ يعني دخل يعني كان هاي الفتره موجوده انا اللي مباراه الكرخ، مباراه نفط ميسان والكرخ ومباراه اربيل، اجى قبل مباراه اربيل تقريب بيومين ثلاثة، يعني جلس وشاف الوحدات التدريبية ومباراة أربيل على المدرجات. هذه المهمة استلمها مباراة الشرطة، وهو طبعا المسؤول الأول والأخير عن هذه المباراة. وحتى يعني اللاعبين ممكن نصحح له، قال لا خلوني أنا أشوف اللاعبين وأنا أقتنع كل التفاصيل. أها نعم. قالوا له أنه سعيد محسن موجود من المعسكر، أي موجودين قاد المباريات بغياب المدرب الاخير. نعم. الكابتن بلغه عنده التفاصيل كامله. ايش قال؟ قال لا خلوني انا من احتاجهم استشيرهم شغلات بسيطه، بس انا عندي رؤيه خلوني اشوف الفريق انا يعني قناعتي. طيب الكابتن سعيد حكاها بطريقه نعم جميلة. واضح. هل يصح ان المدرب جديد على الدوري جديد على الفريق ما يستعين ويستشار المساعد؟ ابدا
وفيها إجحاف كبير. يعني أي جهاز فني محترم بالعالم بالعالم عندما يأتي لمكان لأول مرة يدرب به عليه أن يستعين. يعني إحنا اليوم إحنا بأنديتنا عندما تذهب من نادي سين إلى نادي صاد مدرب عراقي مدرب عراقي نعم. تذهب وتستعين بالجهاز الفني. وهاي الحكي أنت رايح تعرف الفريق وشايفه أكيد هو مدرب تعرف كل التفاصيل عايش بالدوري أنت عايش بالعراق ما بالك يعني أنه يجي. أنا بصراحة أنا ضد هكذا أفكار جل احترامي. هذا الكلام لو أستاذ علي لو بعد أسبوعين أو ثلاثة مثلا صار عندي وقت هنالك استقلالية وهنالك رؤية كاملة. وايضا يجب عليه انه شنو ان يستشير لا لانه كابتن سعيد هو جالس هو اقرب واحد للاعبين روحيا. اللاعبين يحبوه اللاعبين يقدروه اللاعبين يعني جدا متفاعلين مع الكابتن صديقهم سعيد. صديقهم وقريب عليهم يعني حتى مشاكل كثيره اكو مشكله حدثت قبل مباراه الكرخ راحوا لسعيد مباشره ما اجوا عليه وجاني هو قال لي كابتن هيك اكو مشكله قلت له انت روح عليهم هم جوك روح عليهم انت اقرب عمرا لهم وكذا وحل المشكله في تلك الفتره. لذلك اليوم يجب انه نتكلم عن كوارديولا سبع مستشارين نتكلم عن يعني انت مع احترام الكوارديولا يعني وتاريخك يفترض انه اتي لسعيد مباشره انت اقرب واحد وتجي كما فعل اضرب لك مثال بكيتا مثلا من اجى ابد رجل ابدا ما يفوت كلمه استاذ علي اذا مو يستشيرني بكل صغيره وكبيره صدقني يعني والله طيب هي الاستشاره عيب مو عيب هاي جديد على هذا الفريق هي تنطي ثقه للمدرب وهي تعكس ثقافه المدرب وتعكس ثقه المدرب بالناس المحيطين به لان عمل التيم ويرك يجب ان يكون في استشاره وفي ثوابت كثيره وبالتالي القرار الاول والاخير ومن يحاسب هو المدرب هذا شيء هسه بعيدا استشار او ما استشار صار عنده تصور على اللاعبين عنده تصور عن اللاعبين يعني بشكل كامل يعرف كل اسمائهم ال 23 لاعب لا ما يعرف كل لاعبين بس عنده تصور تقريبا 60% صار عن الفريق كم مباراه شاف للديوانيه حتى شاف مباراه الكرخ واربيل مباراتان تكفي مباراتان لان يصير عنده تصور كامل لا لا هو شوف اكو مدربين قبل ما يجي ممكن يشوف لك 10 مباريات يشوف لك 9 مباريات واكو مدربين يعني لخبرته لدرايته لفراسته يستطيع من خلال وحدات تدريبيه ممكن باسبوع يستطيع يعني عمل توليفه الوحده التدريبيه تختلف عن المباراه يعني قلت لك تتبع خبره المدرب يعني انا من اقول لك المدرب يجب ان يستعين بالناس اللي موجودين وياه يجب ان يكون حاضرين كل تفاصيل كل صغيره وكبيره خطا واحد استاذ علي خطا واحد تبديل واحد يكلف المدرب شيء كبير زين لو انت صاحب قرار نعم لو انت صاحب قرار وجاء مدرب بهذا التوقيت الحرج نعم توكل المهمة إلى بهذه المباراة لو سعيد محسن كمل مع الفريق وبعد هذه المباراة من يكتمل التصور للمدرب يقود لا هو حضر قال لك لا تنسى حضر مباراة واحدة أمام أربيل مباراة أربيل نعم حضر وشاهد الفريق وسجل كثير من التفاصيل لا ضير أنه هو الآن يستلم عنده تقريبا 5 وحدات تدريبية كلش ماكو مشكلة كافي والمن جاي أستاذ علي هو جاي من برازيل جاي متعاقد ويا نادي الديوانية من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا أنا أتكلم عن الاستشارة وأتكلم عن كثير من الخطأ من هو فقط الاستشارة يجب أنه اليوم يعني أنا يعني بيني ما بين نفسي سيناريو شو الثاني شو راح يكون التبديلات منو راح يديرها بصراحة يفترض أنه كابتن سعيد يكون مهمة جدا يعني المدرب اليوم مدرب الشرطة يعني والسيد عنكوشي صرح قال اذا نخسر اطلع مو لو انا غلطان اطلع المدرب واللاعبين فالمدرب هم بخليه يعرف يعني خليه يعرف انه هذا الشخص موجود كابتن سعيد هو اقرب بالتبديلات قاد الفريق 3-4 مباريات وين انا اعتبره هو قاد الفريق من بدايه الموسم اللي ويانا يعني عنده خبره وعنده درايه اذا خسر الفريق يطلع اللاعبين هذا اللي سمعته في تصريح البارحه لا البارحه حكاها في كوره للضحك بس ربما هو تعبير مجازي بس في حال الفوز خلينا نتفائل انا وياك مثلا تفائلين في حال الفوز مو على حساب الشرطه يتفائلون لا هو بالحق على حساب الشرطه انت تقول لا تتفائلون شنو جائزتكم اذا فزتوا تحدثتوا بالدعم المعنوي يعني انا بالنسبه لي ما اتحدث بهاي التفاصيل قال لكم الرئيس النادي يعني هو الرئيس وعد انه بهاي تفاصيل بس انا وعد سياره يعني معقولة راح يجيب 23 سيارة وكل من ياخذ سويتشه ويطلع نتمنى والله انا بالنسبة لي تسألني اتمنى الفوز فقط ما اتمنى هاي التفاصيل بقدر ما هذه المباراة مهمة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه اكيد الشرطة
الشرطة يقول لك هذه المباراة أكون أو لا أكون فقط لكي يبعد الديواني عن التصريحات. هي مشكلة يعني التصريحات أنه تكون مرات يعني سلبية ومرات إيجابية. فريقنا يعني نحتاج هيك يعني أجواء. عندكم شحن معنوي كلاعبين؟ أكيد يعني. شنو اللي قال المدرب للاعبين؟ يعني قال لهم أنا فقط أريدكم تركزوا لي بهذه المباراة، تركيزكم الذهني كل لحظة تعيشوها تعيشون المباراة. أها أكو استجابة من اللاعبين؟ أكيد أكيد زي. يعني روحية عالية. تحدثت عن سيناريو سيحدث في المباراة في الشوط الثاني، أنا راح أعطيك سيناريو آخر. نتصور الحالة أنا وياك، ضربة جزاء واضحة للشرطة ما عليها غبار، مهند قاسم شنو موقف الحكم بعد منشور السيد حسين العنكوشي؟ يحسب ركلة الجزاء وراح يعودون للمنشور يغض النظر؟ ترى الموقف جدا صعب صراحة. ولا صعب. أها والله العظيم أخذ من أخوك، لا صعوبة. مهند رجل بمعنى الكلمة. والنعم والله مهند الإنسان المخلص المهني اللي بصراحة أنا شهادتي مجروح. هاي واحدة. الثانية بس للتذكير وأذكر الجماهير، بطولة الخليج اللي جرت بالسعودية ركلة شك في ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع دقيقة أظن 47 أو 48 زي. تصور يعني بالسعودية وستين ألف متفرج ملعب الملك فهد سعود ما أعرف، وقطر متقدمة يعني كان يعني ربما تذهب المباراة للتعادل، وشك في ركلة جزاء، ولكن هو قريب كان. وأنا سألته في وقتها قال أبو مصطفى أنا كنت قريب وأيقنت أنه مو ركلة جزاء، وأثير لغط كبير أنه هو انحاز لقطر. لذلك مهند عندما يقوم بتحكيم بطولات الدوري الآسيوي وبطولات ومباريات دولية كبيرة، أنا أعتقد هكذا أمور أنا أقول لك على مسؤولية قلبه ميت، والمباراة سيسيرها مثل ما هو مثل ما ضميره يريد، لأنه هو كتلة من الضمير والإنسانية. هذا الكلام أنا لا أريد أجامل مهند، ولكن عن قرب أنا أتكلم عن الرجل. لذلك أنا بالنسبة لي هم أحشي لك أستاذ علي، لذلك أنا بالنسبة لي شفتها قاسية يعني أنه أوصف مهند بهذه الطريقة. مهند لا يغض الطرف على ركلة الجزاء، هو اعترف بركلة الجزاء اللي احتسبت على نفط البصرة واعترف بحصرة، وكان والله كأنه إراد يبكي عندما تكلم، قال للصبح أنا ما نمت. الحكم بشر، حكم إنسان يخطأ. أنا أتمنى أنه تصريحاتكم متوازنة والأمور تسير طبيعي جدا. الشرطة اليوم أو الديوانية اليوم بصراحة موقع بالترتيب موقع خطر جدا، صعب. مركز 14 يعني اليوم أنا يفترض أنه الحالة المعنوية المونتيفيشن الدافعية تكون موجودة 100%، والجانب الفني يتكفل بالجهاز الفني، هذا اللي نسعى إليه. لكن هذا ما ينفي أنه كثير من الأندية ظلمت بالتحكيم، وهذا الدوري ربما هو الأكثر أخطاء للتحكيم. صح. يعني أكثر من مباراة تشوف جزاء، وهذا المباراة الشرطة ونفط البصرة يعني اعترف الكابتن مهند قاسم، وكثير يعني حالات أخطاء احنا يمكن بالمباريات عندنا بالديوانية نفس الحالة، كثير أخطاء حكام لكن الحكم ما معصوم، هم يخطأ، وارد، كل شيء وارد بكرة القدم. تأثرت الأندية جراء هذه الأخطاء؟ كل الأندية تأثرت، ماكو. طالبتم بتغيير مهند قاسم له القرار من الإدارة؟ احنا طالبنا اكو مباراة قبلها طالبنا بتغيير مدرب حكم متغير، ما اعرف اتذكر من الحكم بالضبط. وهذه المباراة؟ هذه المباراة يعني سيد حسين يتوقع لا اكثر يعني ما طالب رسمي بتغيير؟ لا ما طالب، ما صار طلب. لا ما طالبنا، فقط الرجل يعني توقع انه راح تكون هيك، تكون جزاء، تكون كذا. طيب شاشة كورة وماذا جاء فيها؟ سعد حافظ كابتن لك الكلمة. لي الكلمة، أنا ما ألوم الجماهير إطلاقا، الجماهير ثقافات متعددة ويعني ميولات يعني غريبة وعجيبة. أنا ألوم بصراحة من آلة الأمور إلها، يعني التصريحات اللي الزائدة، التصريحات اللي لا تمت
للرياضه باي صله انا استهجنها، اذا كانت من عنكوشي او من عبد الوهاب الطائي او اي واحد، بصراحه انا على حياد من الجميع. لذلك هي اللي توصل الجمهور، وهذه انا اعتقد ربما تنذر بعواقب وخيمه. اليوم لو الجماهير موجود، يعني تخيل يعني الجماهير موجوده اليوم ولعبه ديوانيه وجمهور ديوانيه، تخيل يعني قبل المباراه انا اعتقد تحدث امور كثيره. لذلك استاذ علي نتكلم بصراحه ومو للاستهلاك، التصريحات ثقافه، وثقافه يعني يفترض انه تنمي عن صاحبها وعن من يقوم بتصريح اي كلمه تخرج من عندي. يفترض انه انا امير المؤمنين عليه السلام يقول اتمنى رقبتك رقبه البعير لكي اتأنى بكل كلمه. أنا اسال سؤال بنفس المحور. نعم. السؤال احنا عرضنا متابعه لجماهير الشرطه. نعم. قالوا نرحب بالديوانيه وضيوف اعزاء، صح؟ هذا الجانب المشرق. ايش قلت ثاني؟ شفناه. قلت ثقافات مختلفة. ثقافة حلو. واكو شخص كل ما فعله واحد صرح جميل قال احنا ما عدنا، احنا نريد نفوز. كل ما فعله العنكوشي على مواقع التواصل الاجتماعي يستحق ان نرفع جنازة افتراضية؟ لا 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 بهذه الطريقة لا. انا من طلعت اللقطة ايش قلت لك؟ لا ما يجوز وبهذه الشعائر وبهذه احنا مو بجامعنا لا بعوزة علمية يعني ملعب كرة قدم افترض انه هذه الامور نترفع عنها. لذلك انا قلت لك ما الوم الجماهير، ابدا ما الوم الجماهير، الجماهير فيها المغرض وفيها يعني ثقافته محدودة وفيها المثقف كالاخ ثاني واحد اللي صرح قال ما ادري اريد نفوز مع السلامة ننافس القوة الجوية، هذا اللي نقوله. طيب شاشة كورة ماذا جاء فيها؟ شارمو علي زين، شارمو علي ترى صوتك طلع بالجو مالي علاقة. عندنا عنكوشي جمهور الجوية يهتف. اليوم صارت لكم قاعدة جماهيرية في بغداد، ومو بس ببغداد، الحمد لله في كل العراق. نصعد بالمنشأة بأي محافظة تروح ببغداد كذا صح وين العنكوشي؟ يعتقد انه سيد حسين هو احبه يعني من القوة الجوية، ودائما من يفوز القوة الجوية ينزل يعني يبارك لهم. فاليوم اجوا يعني تعرف انه فارق النقاط بين الجوية والشرطة ممكن تخدم القوة الجوية، فلهذا السبب يعني تمرنا بالقوة الجوية وهذا اللي صار طبعا. بس هو بجنبتين، الشرطة يقول لك احنا المفروض ما يصير باعتبار الجوية بمعزل عن الموضوع، لكن هو سبب لكم دافع معنوي اكيد. لو شنو؟ انا بالنسبة وجود الجمهور وهتافاتهم للاعبين. للاعبين من كنا لاعبين اذا ماكو جمهور ماكو حلاوة حافز ابدا. حلاوتها اليوم شفناها بالملعب القوة الجوية حقيقة، يعني انا ودي انه ارجع العب. اها بيك أيوة مجال والله بيك مجال. كابتن سعد توسل بي بمصر قال بس ارجع. والله ترجع لا خليت خطوة بالتدريب خلاص بعد. زين انت تحدثت بنقطة وطلع صوتك حتى لا تفهم خطأ. اي نعم. اي تحب نحكي بيها لو لا مو يعني قلت لك كل شيء جائز يعني. يعني تصريحات الرئيس يعني انه المدرب وما يصبر على المدرب على فكرة. صحيح. وما يصبر بس يعني هم راح نعيد شلون اكو مثل عيدوا صلاتكم يا كذا يعني أمثال مدرب اجنبي امثال قديمه. لا ولا اجنبي، هو الرجل يعني ما يعرف غير الفوز ابدا. نعم. يعني في باله في مخيلته يعني اليوم هو من اجى ومن وكلها الناس يعني دعمته على مشروعه وعلى كثير من التفاصيل. يعرف شيء اسمه فوز يعني تصور يعني تصور قصي منير اول لعبه مع اربيل، قصي منير كابتن قصي اول لعبه طبعا بالدوري بالكاس هو لعب مع بغداد، انا مع يعني اتصال مع سيد عنكوشي، انا زاد حافظ شو سيد عنكوشي بعد المباراه قال احنا قصي راح نقيله وهذا، قلت له لا اصبر يا معود قول يا الله هذا كلام انا مسؤول عن كلامي. تصور اول لعبه مع اربيل مباراه اول مباراه رسميه بعد وانت قيس. لذلك يعني العمليه يعني يحتاج لها استقرار. اليوم انا من ذكرت لك المباراه الاولى تختلف بشيء واحد، اكو استقرار فني، جهاز فني عرف اللاعبين وعرف البدلاء وعرف شلون يسير الامور ويسير المباراه وفاز بكل استحقاق، انا ذكرتها بكل استحقاق على الشرطه. اليوم اختلفت، اليوم ماكو استقرار فني 100%، حتى اللاعبين يوم مجموعه اللاعبين وانا ذكرتها يعني حتى على قالت الكابتن سمير قلت المفروض
بس في تحليلي قلت المفروض كابتن سمير يعطى وقت اطول. انا ما اعرف هسه التفاصيل شنو تدريب شنو هناك، ما اعرف الوضع العام، ولكن قلت كلاعبين استقطاب جدد فتره انتقالات اللي هم نهاد وليمة وحسين وصفاء والطرف على وزن بايش اسمه الطرف الجناح اللي من العماره، مهم لاعبين كثر ذكرها سلاز ذكر الوسط لاعب وسط ثامر برغش ثامر برغش احسن صار انا اعرفه وتثنيكم مو قلت على 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 وزن تعرفوه يا كابتن سعيد على وزن بايش زين فتوليفه حلوه بس تحتاج لها وقت 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 يعني وقت يحتاج هذا اللاعبين هؤلاء اللاعبين يعني تتكلم عن تشكيله تغيرت خمس لاعبين ست لاعبين جدد تغيروا ايش قد يحتاج لهم افكار وايش قد يحتاج لهم فلسفه وايش قد الاسلوب شلون يترتب استراتيجيه كثير من الاشياء هذا اللي يتكلم يعني. باص للجماهير رافقكم من الديوانية إلى بغداد؟ يعني سيارة جت اليوم من الديوانية وكم لو باللي رجعوا. رجعوا؟ نعم رجعوا. يعني حضروا بس بالتدريبات؟ نعم بس بالتدريبات. والله عمي هذا الجمهور واحد يرفع جمهور حضر. جمهور ديوانية. وطرق مقطوعة ويجي من الديوانية لبغداد لمشاهدة وحدة تدريبية مو مباراة. نعم. يعني موقف. مؤازرة الفريق ضد الشرطة. حلو كان اكيد يعني قلت لك اجواء حلوه اليوم كانت بالتمرين يعني المفروض اللاعبين يحسبون هاي كل التفاصيل ايضا هناك يقال انه الشرطه سينصب شاشات ببوابه ملعب الشعب لمشاهده جماهير الشرطه يعني لا باس يعني الجماهير عندما تاتي تحتاج فد شيء تستحق المجيء من اجله شاشات يا مسهلها الشاشات يعني شيء مو احنا نخشى من الصدام كابتن سعد لا لا ان شاء الله ماكو صدام هم نفسه بس جمهور الشرطه راح يقولون قابل يجون جمهور الديوانيه وياهم بس يعني الديوانيه يطير غير راح يفوت من يمهم يعني السيد حسين العنكوشي ما راح يفوت من الملعب ما راح يصير صدام لا ان شاء الله ماكو هذا الشحن الاعلامي ومواقع التواصل تقول لي انت صدام بدون جمهور يعني ليش انا قلنا لو جمهور شلون تكون الامور لذلك جمهور الديوانيه يعني الف تحيه لهم يعني في مفرده استاذ علي بال 2012 يمكن او 13 كان نادي بغداد جدا مميز والديوانيه كان من فرق المؤخره 19 يعني بصعوبه يبقى بالدرجه الممتازه ذكرت حاله هيك يعني شو تقول للمزحه قلت والله لو نادي بغداد يسوي توأم ويا جمهور الديوانيه للنادي بغداد كان ينقصه فقط الجمهور في تلك الفتره فقط فريق مميز فنيا وفريق يحرج الكبار وفريق يعني بمقدمة الترتيب كان يكون رابع فترات حتى كان يصدر قلت له يسوون توأم ويا جمهور الديوانيه يجيبوهم ذلك جمهور عريق وجمهور محب ورياضيين فعلا رياضيين تشعر بهم يعني عندهم ولع لناديهم لمحافظتهم هذه من الاشياء اللي هي تحفز النادي وتدعم النادي. ترى عدم دخول الجماهير ايضا اثر على الديوانيه بوصفه فريق جماهيري كبير. اكيد يعني مرات تحتاج الزوراء مو الديوانيه، الزوراء اذا مو جمهوره ما ياخذ نقاط المباريات اغلبيتها. الجمهور هو يعني ملح الدوري انا وجهه نظري يعني. ف اثر علينا بشكل كبير يعني الجمهور يعني كنا نحتاج فتره يصعدون على المسبح على المسبح بعدين واكو طبعا مو طرف يعني نادي الديوانيه بس ما اعرف يعني من اللي انه اثار هذه المشكله ومنعوا الجمهور يعني رئيس النادي سيد حسين قالهم تعالوا شوفوا اذا الجمهور بالملعب موجود فعاقبونا مسبح تابع فرق شارع عن الملعب اي تابع يعني المديريه او وزاره الشباب والرياضه يعني مو طرف نادي الديوانيه بس هم ارادوا انه يثيرون مشكله وهو اضاف لكم ادفانتج وجود جماهير اكيد حتى طبعًا وان كانت مو داخل الملعب اكيد يعني انا عافس شنو جمهور يهتف بهذه الاداء والدليل استاذ علي انه الديوانيه ايش قد خسر نقاط بملعب سيد ذكرت يمكن ست مباريات صحيح او سبع مباريات ويتعادل ملعبه بالوقت اللي انا على يقين لو اكو جماهير على يقين ياخذ اقل شيء انا اقول لك يمكن من سبع مباريات صحيح يفوز باربعه صح عادي مع صناعات مع اربيل مع الكهرباء مع يذكرني كاب سعيد مع الطلبه مع الجويه وايضا كل الفرق عدم وجود الجمهور افقد حلاوه الدوري بشكل كبير نعم يعني الازمه نعم انت جاي تلاحظ يعني والكل الكل يشعر انه يعني وجود الجماهير مختلف اداء اللاعب عطاء اللاعب كثير من التفاصيل خاصه اللاعبين يعني هم يعني كاريزما اللاعب العراقي معنويا يعني تشعر انه الجانب المعنوي هو اللي يطغي عليه وبيش بالجماهير بحضور الجماهير هي اللي تحفز اللاعب وبالتالي يبدي يخرج ما عنده من مهاره من خطط من استراتيجيات ملعب لذلك
حضور الجماهير مهم. نسأل الله أنه قادم الأيام إن شاء الله الأمور والوباء هذا يذهب والجماهير تعود طبيعية. كارتات ملونة مع الكابتن سعيد محسن. كابتن عندنا كارتين أصفر وأحمر، إيش تختار؟ صعب هاي، اللي يعجبك. وكل واحد لو بسؤال لو بفقرة. أصفر. ماذا جاء في الكارت الأصفر؟ فريق الديوانية سيدخل مباراة الشرطة بزي مختلف لم يألفه الدوري العراقي. سؤال صعب. ممكن أكو رئيس النادي يعني محضر أنه لبس جديد للاعبين دخلون بمباراة الشرطة. الله على اختصارك. يعني شنو لبس جديد؟ يعني كأن يكون تيشيرت أسود وبجامعة عسكرية. أها. نعم. زي عسكري راح تدخلون. نعم. برشلونة. صايرة قبل هذه بدورينا خلنا نتحدث. لا بدورينا ما صاير. أي واحد ممكن مداخل يعني جزاني ما أتذكر ممكن صايرة أو لا، بس يعني ما أعتقد إنها صايرة. يعني ما أعتقد، يعني شعار النادي موجود بلبس حلو. ما بي يعني فتش. برسالة، هي الظاهر إنه بيها رسالة. أكيد يعني تلبس زي عسكري وتدخل لمباراة. قبل شوي أنت تكلمت إنه حرب. هاي كلام العنكوشي. حرب كروية. أي. خلاص. علنت في الحرب من أول دخولك. راح يكون بطريقة مختلفة، اتفقتوا على الطريقة. يعني. أكو هيك. أي. نعم. لا تريد تحرق المفاجأة. لا والله ما، بس ما عنده طلع يعني بصورة 100%. يقال أنه فريق الديوانية سيدخل مباراة الشرطة بزي لم يألفه كل فرق الدوري العراقي منذ تأسيس الدوري. ربما الكابتن سعيد محسن انطانا هيك خيوط عريضة أنه التيشيرت أسود والبنطلون زي عسكري، في رسالة مكملة لحديث السيد العنكوشي يوم أمس، قال هي حرب ومعركة وسننتصر فيها. يعني هسه لو كلمة حرب نفسية مثلا ماكو، قال حرب كروية. يعني كروية حتى ما قال كروية. لا قال كروية لو من عندك. حرب نفسية لا بس. طيب كارتات ملونة مع الكابتن سعد حافظ. نعم. يعني كابتن سعيد اختار الأصفر، أنا اختار الأحمر. اختار الأحمر. ماذا جاء في الكارت الأحمر؟ نعم. والأحمر دائما يكون فتشي قاسي. سعد حافظ عبر صفحته الشخصية، الناقص من يفرض على الآخرين. على الآخرين. نعم. نحن نشرف المكان الذي نتواجد فيه، الإعلام النزيه عليه أن يسعى للحقيقة. نعم. وفو هذا المنشور على الشاشة يا شباب. شوف ما عهدتك هجومي بهذا. لا لا بالعكس بالعكس، هي ليست ردة فعل مني بقدر ما هي يعني رسالة، رسالة قوية للبعض. أنا اليوم أختلف ويا سيد علي ويا كابتن علي، ما يمكن إنه أنا أختلف ويا سيد علاء وأحمد وكل الموجودين. هذه صراحة ضرب من الخيال. لذلك علينا أن ودائما أن عندما نصرح بأي كلمة، أنا قلت لك كل كلمة الشخص عندما يقول بها يجب أن يثبت أو يعنيها 100%. لا يمكن إنه أنا أختلف ويا شخص وأضرب شخص ثاني، الشخص الثاني ما له علاقة أصلا. لذلك أنا بصراحة قلت الناقص من يفرض على آخرين، وهذا كلامي واضح طبعا، واضح جدا، والناس فسرتها عرفت. ونحن نشرف المكان، فعلا المكان اللي روحنا نشرف كيف يكون، مثلنا بلدنا بالغربة 15 سنة أفضل تمثيل وأشرف تمثيل بفضل الله سبحانه. ما عليك زود. وحتى كل المحطات اللي مرنا يعني بيها. علاقتك مو طيبة بالإعلام؟ لا لا، بعض الإعلام اللي أنا أشعر به تجاوز، يعني تجاوز وفيها ألم وغصة. المهم فقلت الإعلام النزيه عليه أن يسعى ليسعى للحقيقة، هذا ما قلته بصراحة. ما عهدتك هكذا مرة أخرى؟ أنا أقولها مرة ومرتين صراحة، أنه كانت مؤلمة وكانت الكلمة قاسية، وعلى فكرة هي مو مرة ومرتين، تكررت مرة ومرتين وثلاثة، قلت بس خلي أصبر شوية بالله شوف شنو وين هاي الناس اللي توصل. بذات المحور أنت كتبت. نعم. يمكن ذكرتها في بداية الحلقة. نعم. الزوراء الأفضل معنويا. معنويا. نعم. القوة الجوية الأفضل فنيا قبل المباراة. ليش؟ ليش؟ الزوراء خسر نقطتين من النفط. الجوية باليوم الثاني خسر من الصناعات الكهربائية، وهذا أكبر حافز لفريق الزوراء. لذلك من الطبيعي أستاذ علي، طبيعي جدا أن الزوراء يكون في قمة الحالة المعنوية لكي يعوض النقاط اللي خسرتها. وكانت فرصته وين؟ فرصته في مباراة الجوية. الجوية الأفضل فنيا.
لا ماكو قضيه ما فاهمها، الجويه من خسر مع الصناعات المفروض يدخل بحافز معنوي حتى يعوض الخساره. انا بالنسبه لي اتكلم عن, عن عن وضع الزوراء عندما خسر الجويه من الصناعات، يفترض انه هنا الحافز للزوراء يكون على اعلى مستوى. انت شفت العكس بالمباراه؟ تماما، شاهدت فريق الزوراء بصراحه الحاله المعنويه مترديه جدا، وتشعر اللاعبين ثقال، واللاعبين لم يؤدي المطلوب منهم طبعا مع التحفظ انه الاجواء والجو اللي صار اثر على الحاله الفنيه. لذلك انا شاهدت بالعكس، واتكلمت عن جزئيه رئيس النادي القوة الجويه اللي زار الفريق قبل يومين، وقلت لك استاذ علي ايش قد كان لها تاثير ايجابي وحافز معنوي لفريق القوة الجويه اللي شاهدناه بصراحه فاز وتفوق على الزوراء. يعني القوة الجويه فنيا اقوى من الزوراء، فنيا افضل من الزوراء، فنيا افضل من كل فرق، من كل الفرق عطفا على ما؟ عطفا على البديل، عطفا على محاور الدفاع، عطفا على حراسة المرمى، عطفا على كثير من الخطوط استاذ علي، حتى المحترفين، قيمة المحترفين، اللاعب الأردني اللي استقطبوه لاعب جيد، من عندما تأتي بلاعب يلعب لك يكون لاعب تكتيكي، يلعب لاعب مساك ويلعب وسط يمين، يعني هو اللي سجل هدف. هذه من الأشياء الجيدة اللي أنا أشاهد الجوية ناجح فيها. تحياتنا لخيام الخزرجي زميلنا الصحفي عليك. يقول تحية لك ولضيوفك الأحبة الكابتن سعد والكابتن أبو رقية، أيقونة كرة الديوانية الذي أتمنى أن يأخذ فرصته الحقيقية بالتدريب قريبا. على الجميع أن لا ينسى أنها 90 دقيقة كرة قدم فقط لا غير، والكل أحبة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. الله يسلمك. أسلم. كلام متوازن وكلام الأخ خيام أخ عزيز، وفعلا هي كرة قدم، تبقى كرة قدم تجمع تآلف قلوب لاعبي الديوانية والشرطة. نتمنى نشوف مباراة فيها من الأداء الفني الراقي اللي يعكس يعني أداء الفريق. أنا قلت لك أنا الديوانية في وضع بصراحة، يعني الفرق الثمانية الأخيرة هي في وضع كلش حرج، صعب جدا. يعني اليوم المؤخرة للسماوة، السماوة يمكن 20 أو 19 نقطة، ويمكن المركز العاشر هو فارقه حوالي 5 نقاط. لذلك خاص. كل الفرق انا اعتقد مهدده، باستثناء 6 فرق إلى 7 فرق انا اعتقد ربما اصبحت مناطق دافئه. وسام ابو ابراهيم يقول تحياتي لضيوفك، اتمنى يتوقعون نتيجه المباراه. توقع كابتن؟ اتوقع 1-0. 1-0 اتوقع. 2-0 لمن؟ للشرطه. توقع عطفا على ماذا تتوقعك؟ اكيد مبني على رؤيه فنيه، يعني والا أكيد ما توقعت فيش لان تحب الشرطه فقط. استاذ علي، الشحن الزايد ربما من وجهه نظري ينعكس احيانا، وقال كابتن قبل شويه، احيانا يكون ايجابي، وانا تكلمت عن تجربه الديوانيه في المباراه الاولى امام الشرطه كان ايجابي، وانا اجزمت استاذ علي قلت لك لولا الشحن في تلك المباراه لما فاز الديوانيه. ولكن هنا انا اعتقد ربما من وجهة نظري راح يكون سلبي على فريق الديوانية، تقريبا إيجابي خبرة الشرطة، خبرة لاعبي الشرطة، المحترفين اللي الشرطة استقطبهم، وإن الأمانة أقولها المحترفين لحد الآن أنا أشاهدهم فاقدين الهوية، لاعبين عاديين أنا أشاهدهم، 3 اللي استقطبوهم بالأخيرين حتى ما نترك شيء نقوله، شاهدتهم لاعبين جدا جدا عاديين مع احترامي، لاعبين عاديين ما يعملوا فارق للشرطة. لم أشاهد الشق الهجومي حتى ما نعبر شيء لفريق الشرطة مع القاسم أنه في تغير أبداً إطلاقاً، بل عكس شاهدت القاسم أنه يصنع فرص ويضيع الفرص. هذا معناه أن الشرطة بالآسيوية والعربية في خطر. أكيد 100%. أكيد 100%. أنا بالبداية الكلام قلت لك ماكو فارق بدورينا العراقي، كيف بالآسيوية؟ كيف بالآسيوية؟ شو راح نلعب بالآسيوية؟ وهذا الفارق. أنت تكلمت عن المحترفين، هو لا المنقذ. لا أشاهد محترفي الشرطة لمباراتين، نعم سجل مباراة اللاعب الأول على زاخو واللاعب الثاني، ولكن أنا كلاعبين يعني كلهم تخليهم غير في بودقة واحدة، يعني بس تجيب ميمي مثلا، صدقني هاي الأموال اللي راحت كلها تجيبها وتنطيها وتجيب ميمي تخلي الشرطة يختلف على مسؤوليتي. ميمي مهند علي تقصد؟ مهند علي 180 درجة يختلف على مسؤوليتي، لأن منذ ذهابه وذهاب على عبد الزهرة الشق الهجومي الاستراتيجية الهجومية للشرطة أصبحت ضعيفة وأصبحت معطلة، رغم استقطابات صناعة محمد داوود ما لحق الرجل، يعني ما لحق يعني يضع بوجوده، راح يرجع يعني ما يعوض
كمهاجم تارجت يعني ما اعتقد يعني ممكن يكون كلاعب طرف ممكن، ولكن كمهاجم يعمل لك الحل ويعمل لك الحل الفردي ويسجل اهداف كما كان ميمي على عبد الزهرة عندما كان بالشرطه. صح. لا اعتقد الشرطه فقد اثنين لحدنا بصراحه يبحث عنهم، صار هذا الموسم الثالث يبحث عن على عبد الزهرة وعن ميمي لم يجدهم. منتظر السراي تحياتنا لك، رساله بها اساءه ما اقدر اقراها حتى وان كانت لاي طرف، إذا كان للعنكوش أو الغيرة باعتبار كورة ما تصدر منا الإساءة، نعتذر منك. إبراهيم محمد يقول السلام عليكم أستاذ علي، سؤال للكابتن سعد حافظ، بما أنه سبق وأن اشتغلت ويا العنكوشي، نعم السيد العنكوشي وين يريد يوصل؟ يعني ما هو ما يعرف وين يريد يوصل. آه إي بصراحة بصراحة هو عنده لغة الفوز أستاذ علي، أنا استقلتها قبل شوية راح أقولها، عنده فقط لغة الفوز اللي يؤمن بها استاذ علي. هنا يعني اذا بس فوز فوز وانا مركز 14 والامور يعني جاي شو تقول المي بدا يجري من تحتي، يفترض انه يصير توازن، يصير استقرار، يصير تركيز على الفريق 100%، واترك بعض الصراحه بعض المهاترات اللي انا اشاهدها لم تخدم الفريق. زين ابو دلير تحياتنا الى احد مشجعي القوى الجويه، يقول تحياتي للجميع ولضيوفك، جمهور الجوية متعاطف مع أغلب فرق المحافظات، والمحصلة نتيجة مباراة الديوانية والشرطة بالسلب للوصيف تخدم الجوية. أكيد قبل يعني شوي حكيناها يعني جمهور الجوية قاعد رجل على رجل باكر ويشجع الديوانية، رجال يريد مصلحته بالأول والأخير. وإحنا نريد هذا الشيء، نريد كل الجمهور طبعاً يعني. وإنت تريد مصلحتك هم أكيد نريد الفوز، نريد نغلب. زين رسائل كثيرة وأنا يعني خلص وقتي، بس عندي سؤال أخير كاتبة فريق الإعداد، أربعة منهم تراهنا وقالوا الكابتن سعيد ما يجاوبه، مع ذلك أنا راح أسأله وإلك حق أنه ما تجاوب. صريح الكابتن سعيد محسن ربما هو أيضا مع الديوانية دخل التاريخ تاريخ الدور العراقي بوصفك أكثر مساعد مدرب عملت مع مدربين بموسم واحد. نعم تتفق مع هذه المعلومة؟ طبعا عملت مع الكابتن حازم، مع الكابتن سعد، مع الكابتن قصي منير، مع الكابتن سمير كاظم، ومع المدرب البرازيلي حميد رفن هسه هسه شو تريد انا اطلع لك من الفريق؟ السؤال السؤال افضل مدرب عملت معاه هذا الموسم؟ لا ما اقدر كل المدربين قلت لك ما راح تجاوب. لا انا بتجاوبك على المدربين ككل، كل المدربين لا شوف مع احتراماتي رهان الفريق الاعداد على هذا السؤال، اولا ترفض الجواب؟ اي ارفض، ربحت الرهان بس انطيني مجال. طبعا كل المدربين اللي عملت معهم اتشرف بيهم حقيقه، يعني مو مجامله بكابتن سعد وكابتن قصي وكابتن سمير، كلهم اخوه يعني كبار واصدقاء، يعني حقيقه انا استفاد من السلبيه والايجابيه مع كل مدرب، انا تواجدي استفاد من كل، اني الرجل كابتن سعد مطلع على هواي امور، انا رجل سيد حسين واداره نادي الديوانيه باقي بالفريق، هواي انتقدت يعني من كثير جماهير انه خلي يطلع سعيد الفريق يستقر، خلي يطلع سعيد يطلع المدربين، كابتن سعد متورج يعني على كل التفاصيل انه انا ما اتدخل بعمل الكادر التدريبي وما اطلع مدربين، انا فقط وجودي من رئيس النادي واداره انه انا اعتبر يعني معايشه مدرب للمستقبل. بس فاجئتنا، انا ادري الجمهور كله يحبك يعني انت بعض. قالها خيام انت ايقونه الديوانيه، الله يسلمك، قليل قليل ما يعرفون ما يعرفون انه اكو جمهور يعني اطفال يعني ما يعرف يعني شلون يسولف، من يخسر الفريق هذا، من يغلب هذا يمدحون. زين انا خلص وقتي، بس هذه رساله تستحق ان واحد يقراها من شجاع الملك، يقول السلام عليكم استاذ علي وعلى ضيوفك الكرام، على بعض القنوات والاعلاميين ان لا يستضيفوا الجمهور قاطبه لان الجمهور مكان المدرجات والتشجيع وليس التحليل واعطاء الراي، تحياتي. حلوه الرساله، حلوه جميله، اي ربما البعض أعطى أهمية وأولوية وفضائيات محترمة جدا بصراحة، بدأت يعني ربما تذهب بعيدا باستقطاب الجماهير، وبالتالي عملية تلفيق التهم وتلفيق الكثير من الافتراءات، وربما تصدر كلمة من الجمهور وبعدين تروح تتأول لغير حساباته. أبو عمار الداقوتي دائما يدز رسائل بالوقت الحرج بنخلص. مع ذلك قلت تحياتي لضيوفك الخلوق سعيد محسن والكابتن فوارق كبيرة بين الديوانية والشرطة الذي يمتلك 9 لاعبين منتخب، ما أعرف منين تجيكم هذه الثقة أنت ورئيس النادي، وأعتقد ستخسرون بنتيجة كبيرة. شكرا جزيلا لكل الرسائل اللي قريتها واللي ما قدرت أقراها، شكرا جزيلا لضيوف الأعزاء، نلتقي غدا بعد مباراة الديوانية والشرطة. السلام عليكم ورحمة الله.